عايزة أقول آخر خطوة كمان، إن إيه المشكلة إن أطلع غلطان؟ ما أقول آسف. هي آسف دي صعبة؟ وإحنا مسيحيين يعني آسف مش مفروض تبقى صعبة؟ بين اتنين بقوا واحد مفروض يعني. والحاجة المهمة كمان إن أنا اتغلط فيا أسامح، يعني اللي اتغلط فيه يسامح، واللي غلط يقول آسف. فالاتنين لو بطلنا نعملهم العيشة مش هتكمل. لازم نعيش بالكلمتين دول، أنا آسف أنا مسامح. الاتنين دول هما يعني زي أقول عمودين مهمين في الحوار وفي العيشة. ودي حاجات على فكرة الأولاد بيتعلموها، بأن يعني قداس البابا شنو ده كان يقول: لا تكن مدرسا بل درسا. بل درسا. أنا عايز أعلم ابني أن يقول آسف، ما يشوفني، يشوفني أنا بقول له آسف، يشوفني بقول لمراته آسف. Yeah. آخر حاجة في المشاجرة ختام الجيد الكلوزينج أو القفلة، كمان لازم نبقى عندنا احتمال إن في حل ما وردش على بالي. يعني أنا مصمم إن حلي هو صح، مراتي مصممة إن الحل هو صح. يعني لو إحنا عندنا رغبة أو صلينا مع بعض أو سألنا مشورة، يمكن في حل، في كومبرمايز أو في مريح، وفي حاجات ما خطرتش على بالنا، في كرياتيف سوليوشنز مع يعني لم تخطر على بالنا. الكلوزنج بقى او القفله مهمه، مهم الالفاظ اللي نقولها. يعني ممكن الست تقول لجوزها: طيب ما انا ما سمعت الكلام ده، يعني طريقه بوظت الحوار. ممكن تاني يقول عنك بقى وعن اللي مش عارف هعمل، مش هعمل اي حاجه، هعمل اللي انا عايزه. لازم يكون في رجاء او في صلاه.